مشكلات سوق العمل وقضايا التشغيل بتحتل المرتبة الأولى نحو قائمة التحديات التي تواجه المجتمع المصري. فارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات إنتاجية العامل جنباً إلى جنب مع تضخم حجم التشغيل غير الرسمي تمثل مظاهر لأزمة هيكلية خطيرة في هذه السوق. أما اتجاهات التضخمية، معدلات التضخم تمثل تحدياً آخر لجهود التنمية لتأثيرها السلبي على مناخ الاستثمار من ناحية، وعلى وهو الأهم على مستوى معيشة المواطن المصري من ناحية أخرى. على صعيد التوازن الداخلي بنلاقي أن عجز الكلي للدولة بيشهد أو بيمثل تحدي رئيسي في ظل الالتزام الحكومي اللي هو التزام واجب نحو البعد الاجتماعي للتنمية وتبني حزم ضرورية، هي مش حزمة واحدة ولكنها حزم، سيادة الوزير يعني كلمنا عليها، حزم مالية للتنشيط الاقتصادي. مصر الآن قد تجاوزت يعني الفترة الاستثنائية من عدم الاستقرار السياسي، وعليها أن تعمل على بث رسائل تطمين لجذب الاستثمارات من شتى أنحاء العالم وحث المستثمرين المحليين على البدء في أنشطتهم في هذا السياق. ولعل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في فبراير القادم يعد خطوة هامة لبعث هذه الرسائل. ولأجل أن يؤتي هذا المؤتمر إن شاء الله يعني الأهداف المرجوة منه، لابد من تقديم خطوات إصلاحية ملموسة تعمل على تدعيم وتحسين مناخ الأعمال. فإلى جانب الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لترشيد دعم الطاقة والمواد الغذائية وتقليص عجز الموازنة العامة والقيام بمشروعات تنموية عملاقة، لابد من وجود خطوات جادة وسريعة فيما يخص بيئة الأعمال وإصلاح الجهاز الإداري. وتظل التحديات الرئيسية هي كيف نحقق مستويات النمو وتوفير فرص العمل اللازمة، وكيف نضمن أن يكون هذا النمو أكثر احتواءً، ما يحصلش فيه نوع من التهميش، وأن تكون توزيع ثمار هذا النمو أكثر عدالة. وأعتقد الخطة المطروحة هي خطة النمو الاحتوائية، وأعتقد أنها أول خطة سيادة الوزير للنمو الاحتوائي اللي مصر بتشهدها بتعلن عنها الوزارة. الحقيقة كل ده في ظل تحديات بقى خارجية. فالعالم النهاردة بيشهد تزايد مذهل من تباطؤ معدلات النمو، بيشهد تزايد من معدلات عدم المساواة، وأزمة التشغيل وقرق فرص العمل هي أزمة كبيرة على المستوى العالمي، فلا يزال هناك 200 مليون شخص حول العالم يبحثون عن عمل. كما أن الاقتصاد العالمي بيستغرق وقت طويل للخروج من الهوة التي صنعتها الأزمة العالمية، الأزمة المالية العالمية، ويتوقع أن يبلغ النمو بنهاية هذا العام 3.3%. فالسؤال الذي يعني بيطرح نفسه، متوقع ان احنا يعني نسمع تعليقات سيادة الوزير عليه، ماذا يفعل الاقتصاد المصري في يعني في ظل الحصار ما بين التحديات الداخلية والتحديات الخارجية، والتي يعني اطلقت عليها رئيسة صندوق النقد الدولي خلال الاسابيع الماضية ان احنا سنشهد، الاقتصاد العالمي هيشهد نمو اقتصادي يعني قالت ميديوكر جروث خلال السنين القادمة، يعني نمو اقتصادي هزيل أو نمو اقتصادي باهت. في النهاية الحقيقة بأؤكد على أن هناك حاجة ملحة إلى أن الجامعات والمراكز البحثية لا تقتصر رسالتها على الأهداف التعليمية من البحث العلمي والتدريس. الواجب الحقيقة النهاردة علينا كلنا كجامعات وعلى كمراكز بحثية أن يجعل من أهم أولوياتنا التفاعل مع المجتمع لبحث حاجاته وتوفير متطلباته البحثية وربط البحث العلمي بقضايا التنمية وفتح قنوات التعاون والتنسيق والاتصال بين الجامعات والمراكز البحثية وقطاعات التنمية ومراكز صنع القرار في جهاته المختلفة. ده ضرورة وضرورة ملحة، وأعتقد أن احنا كلنا محتاجين نتعاون من أجل هذا رغم الصعوبات الجمة، وأنا بقولها وأنا يعني مدركة هذا، التي تواجهها منظومة البحث العلمي في مصر من قلة الإمكانيات، من البيروقراطية والقيود الإدارية والمالية، وانعدام التنسيق
بين الجهات المعنية وبقاء الحقيقة نتائج. لدينا العديد من الدراسات، نتائج العديد من الأبحاث حبيسة الأدراج في المراكز البحثية. مش عايزة أطيل على حضراتكم، بشكر مرة أخرى مركز شركاء التنمية لهذه المبادرة للرؤى